السلام عليكم ورحمة الله. أزف اللون تذكروا كامل أنه نهار 20 مارس كان تم توقيف عبد المؤمن ولد قدور المدير العام السابق لشركة سوناتراك، تم توقيفه في دبي. ولكن صحافة بودورو وإعلام العار ما تكلمش عليه. خلاص في هذاك النهار كانوا مركزين على مذكرة توقيف دولية دارتها العصابة، كانت ناوية ديرها العصابة، لما دارتهاش ماهيش قادرة ديرها، ناوية ديرها العصابة، وداروا عليها هيلمان على أساس أنه هشام عبود ومحمد العبي زيتوت وأمير بوخرس المعروف باسم أمير ديزاد ومحمد عبد الله اللي مسكين واحد ما كان يسمع بيها ودرك داروا له الاخر خليه يعفس فيهم. هادو ارهابيين وداروا عليه مذكره توقيف، مذكره ما قدروش يبعثوها من بعد كما كنت فهمت فسرت الحاله، وحبوا من بعد يديروها راس راس مع فرنسا، وفرنسا بعثهم يقضيو. يعني نهار هذاك في 20 مارس تم توقيف كما قلت عبد المؤمن ولد قدور احد كبار السراقين تاع العصابه، احد كبار السراقين واحد كبار الخونه للجزائر، لانه هذا ولد قدور يعني تشوف شيء ما يصدقوش العقل، شيء ما يصدقوش العقل. هذا ولد قدور كان دخل الحبس، كنت تكلمت عن الموضوع هذا، يعني دخل الحبس بتهمة التخابر مع قوى أجنبية، مع الأمريكان، خدام مع الأمريكان، وتخابر اقتصادي، يعني أنه يمس في اقتصاد الجزائر، ولما تقول اقتصاد الجزائري يعني تقول الخبزة اللي يأكلها الجزائري، لأن الاقتصاد يروح يوصل للخبزة اللي يأكلها المواطن. هذا السي عبد المؤمن ولد قدور كان شغل منصب مدير عام تاع سوناتراك من 2017 و 2019، يعني الفترة اللي كانت كافية باش يضرب فيها أفيرات شابين ويدير الباكي ويسلها ويجيبها في فرنسا، عايش ليه هو وولادو، عنده وليدو تانير والكاروس وكذا، ما عندي ما نقول لك. المهم كانوا داروا عليه موندا داري العصابة في البداية، كي كان هارب كان هو كان خرج فرنسا كان يحاوه مشى لفرنسا، لا روحو ما زقاولو ما دارولو ما والو ريان دي تو. من بعد قال يا كان مازال يخرج قايد صالح يحوس يضرب باش يجبدوا للسعيد بوتفليقه ويجبدوا كذا كذا شويه عفيرات، قال يا نضربوا هذا ولد قدور، حوسوا عليه حوسوا عليه كذا، داروا عليه مذكره التوقيف وضربوا عليه النحمه، داروش على بيبليسيتي واشهار كما داروا على المتحدث ورباعته، لا. سيد هو عايش نورمال في فرنسا يتنقل من دولة لدولة، حتى نهار 20 مارس جا خارج من فرنسا نورمال، هو يجوز في بريمير كلاس سي كلاس بيزنس، خارج نورمال، كي يحبط في دبي الشرطة الإماراتية يقولوا يقرتفوه، لانه درك راح تولي فيها مساومات، تقدر انتربول ما ديرش، لانه بين المندات اللي داروه على ولد قدور انتربول ما قالتش به على هذيك اللي نقل الامريكان فرنسا اوروبا ولا واحد يحبسو. يباتوا هما عند العرب ومعروفين العرب كيفاش، ها نطينا وحده راهم يوقفوه
وقفوا سيور تقدوا في دبي. بصح مي كي وقفوا ماشي باش يسلموه للجزائر، لا مساومات هادية، وقفوه يجيبوا قاضي تحقيق يدير تحقيق مع سي عبد المؤمن ويجيبوا له ملف من السفارة الجزائرية، حضروا له ملف خفوفي من السفارة الجزائرية، قال هاوليك، لأنه لما سمعوا باللي وقفوها يا جرا وقال هاو الملف. إيه واش فيه الملف هذا يا؟ فيه أول حاجة قضية الرافينري اللي شراوها على أوغوستا في طاليان، خردة، كنت كلمت عليها خردة، رافينري خردة، شراوها ب 800 مليون دولار ولا شوية أكثر، كان يقول لك مام 1 مليار، المهم 800 مليون ولا 1 مليار دراهم راحت. طبعا لما لأنه هو داير كل شيء مخيطو، لما سألوا قاضي التحقيق قال له واش هذا لافير هذي، قال له هذي تشرات بعد مفاوضات وبعد ما رئاسة الدولة وافقت ومجلس الإدارة تاع السناط راكلي فيه العسكر، إيه قال في من ممثلين عن وزارة الدفاع في مجلس إدارة السناط راك، نعم هذا هو يقول فيها سي ولد قدور، قالهم. وكانت يعني الحكومة ذاك الوقت كان ويحيى رئيس حكومة موافقة، دوك أنا ما عندي حتى لا، شوف يعملوا دوسيات فارغين، هذا تقدر قدر دير له 1000 دوسي تاع سرقات تاع كذا، وما كل حي يعرف كيش يسرقوا، قارينها في السماء، يعرف كيش يسرقوا. المهم السيد أضرب فيها الآخر، زلاهم جبدوا له، قال له بون انت يا راك درت افير مع شركه اكسون، شركه امريكيه اكسون موبيل، سمعت لانه هما تموا مع شركه اكسون موبيل يخدموا معها الاماراتيين، قالوا درت معاهم دي زافير وخدموك، راه مخدموك عندهم لانه هاد اكسون موبيل هي اللي باعت هاد الخردة للجزائر، وبالتالي عطات الصرف لورد قدور. قدور كيف كيف ظلاهم، قال لا ما خدمتنيش، ما عنديش نخدم عندها، لانه كيما يخدم مع اكسون موبيل ما هوش موظف، يعملها انيتود تخلصو فرات، يعمل انيتود يضرب فيها 100,000 200,000 دولار سي با تاع زوج دورو، ما عنديش موظف عندها، لا ايه بسكو الخريف اني بغالون قولوا لك موظفاتك اكسون موبيل. كيف كيف ظلاهم، قال ما كان والو، سمعت حكى لهم، قال منا هاولي قصتي كدا منا، حكى لهم اللي وذكرهم باللي كان يخدم الملكة وباللي دخل الحبس على جالها، سمعت هادي باش يخمولها بلي راهو محمي السيد، كيقولوا لهم هكذا راهو محمي، وذكرهم باللي خدم في قطر وعنو يعني الشيء هذا اللي مليح واحد يزمي يسمع له. لما حكموا عليه 3 سنين حبس في البليده في المحكمه العسكريه بتهمه التجسس، ما داش 3 سنين، دار 18 شهر، دار النص، بوتفليقة دخل وخرجوا، خرج راح لقطر يخدم، ومن بعد جابوه داروه مدير عام تاع سوناطراك، جاسوس على راس سوناطراك، فوالا، هذه هي دولة بوتفليقة ودولة العصابة الحالية.
كلهم. وبعد السيد ضرب ساعتين شرح لهم والو تربح، قالوا بون حكم له الباسبور زعما باش قالوا تريح في دبي. هذيك اللي راهي حبسه في دبي الناس تحلم بها، تريح في دبي على ذمة تحقق كش ما يزيد جينا من الجزائر. وش راح تزيد تبعت الجزائر؟ ما عندها ما تبعت، ما عندها ما تبعت. هذا الدرس باللي واحد موسخ سراق كبير جاسوس تو سكو تي فو وما حبوش يسلموه للعصابه، وما تسلمش للعصابه، وتجي العصابه تحب طالب تسليم هشام عبود وامير بوخرس عند الفرنسيين. مشي لعب بعيد، مشي لعب بعيد. هذا راهو يعني تبييض الاموال فيه، كلش فيه، ولكن ما يسلموه لكش. وعلاش؟ لانه العداله الجزائريه ما هيش موجوده، والقضاء يمشي بالتليفون وما عندوش مصداقيه. قال ربي يقدر الخير لبلادنا، وربي يعجل برحيل هذه العصابه المجرمه. صحه فطوركم وصحه سحوركم، والسلام عليكم ورحمه الله.